مرحبا، أنا ستيفن هيكي، السفير البريطاني الجديد في العراق. وأنا سعيد جدا بوجودي في العراق، بلاد ما بين النهرين. هذه البلاد التي تمتلك حضارة وتاريخ متميزين ومنطقة مهمة جدا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ترتبط المملكة المتحدة مع العراق بعلاقات صداقة منذ مدة طويلة. وكسفير أود أن أبني على هذه العلاقات للمساعدة على بناء العراق أكثر ازدهاراً استقراراً وديمقراطياً. هذه مرحلة مهمة للعراق. المظاهرات السلمية في البلد تعكس الحيوية، الروح المدنية والطاقة التي يمتلكها الشعب العراقي، التي أظهر إرادة للوحدة وللإصلاح ولإنهاء التيافية. أود أن أعرب عن تعزيي الخالصة للأوائل المنكوبة وأتمنى الشفاء للجرحى. تؤكد المملكة المتحدة أن من الضروري احترام الحق الدستوري للتظاهر السلمي، ويجب على القوات الأمنية الامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وأن عمليات اختطاف الناشطين غير مقبول ولازم يكون في تحقيق بشأنها. أنا أتطلع عن كيفية استجابة الحكومة العراقية إلى المطالب المشروع للشعب العراقي، خاصة الإصلاح الانتخابي. المملكة المتحدة جاهزة لدعم العراق، والآن في فرصة كبيرة للإصلاحات الضرورية لبناء مستقبل أفضل لجميع العراقيين. شكراً.